مش هينفع، عنده مشاوير لازم يعملها. يلا اتكل على الله. الف سلام. مع السلامه. سلام. 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 توصل بالسلام. زي ما احنا بكره. اه السلام عليكم يا باشا. سلام. راجل والله حسام بيه ده فكرني باشرف. احلى كوبايتين شاي لحد ما الغدا يجهز. بقول لك ايه يا هدى، تعرفي تجيبي لي كارت ميموري بس يكون كبير شويه انزل عليه فيديو؟ تدفع كام يا ستي اللي انت عايزاه؟ هلاقي هنا ولا مش هلاقي؟ ايوه طبعا، البنت صفاء رنا فاتحه هنا باترينا كده بتبيع فيها كروت شحن وكفرات موبايلات، وكارت الميموري ده اكيد عندها. بنت صفاء مين؟ رنا. رنا شو قلت لك؟ بلد غريبه. يا بنت انا ماليش في ضرب النسوان، ما تعصبنيش اكتر من كده. انت اخوكي فين؟ واكتمل لو اعرف ورحمه ابويا وامي ما اعرف. يا بنت انجدي نفسك وانطقي. والله العظيم انا عايزه انجد نفسي بس ما اعرفش حاجه. ده حتى اخر مره جه عندنا ما قالش مكانه فين. ابراهيم جالكوا البيت؟ طب يا بنت الناس ما تريحي نفسك وتريحيني من الغلب ده. انا ما اعرفش انت خايفه من ايه. انا مش عايز اذيه وربنا. سلام، امال انت عايزه في ايه؟ عايزه في مصلحة، مصلحة هتفيده وتفيدني واحتمال تطلعه من المصيبة اللي هو فيها دي. مصلحة ايه دي؟ مالكيش فيه. انطقي انت بس عشان تخلصي نفسك وتخلصيني وتخلصيه. يا اما بقى هعمل اللي يزعله ويزعلك. انا مش هزعل لوحدي. قلت يا بنت الناس. حاضر حاضر، انا هقول لك على كل حاجة. شاطرة يا نور. اديني بقى التليفون الحق اجيب لك الكارت قبل ما صفاء تقفل. ماشي، بكام الكارت ده؟ عيب يا سليم. برضه مش عايز تاخدني معاك بكره؟ معلش يا ابراهيم، خليك انت بقى المره دي، كفايه عليك لحد كده. تقولش الكلام ده سليم بيه، الكلام ده فات اوانه. احنا خلاص يا بيه بقينا مع بعض على الحلوه والمره. وبعدين يعني انا بصراحه كده مش عايز اسيبك لوحدك. معلش يا ابراهيم، كده احسن لي واحسن لك. بعدين لا قدر الله اتمسكت ولا حاجه، ما تخافش مش هقول على مكانك. بس احتياطي يعني، لو اتمسكت لازم تمشي من هنا فورا، ما تقعدش لحظة واحدة، أنت فاهم ولا لا؟ الكلام ده بقى يا سليم بيه، ما تقلقنيش، إن شاء الله ربنا هيكرمك وهينصرك وهترجع مجبور الخاطر. ربك كريم إن شاء الله. برضه مقفوله. انت متاكده يا بت ان دي النمره اللي كلمك منها؟ او المصحف. عارفه لو طلعتي بتشتغليني هعمل فيكي ايه؟ اقسم بالله ما بشتغلك، بس انا قلت لك ان هو بيكلمنا منها وقت ما يعوز، غير كده بيبقى مقفول. حاويت قوي اسم الله عليه، اكيد دي حركات زفت الطين التاني. انا هو ما اروح مشواري وهتقلي عليك وتعملي حركه كده ولا كده، احنا في حته مقطوعه، يعني هنا امن من بره. والتليفون ده هيفضل معايا على الله المحروس اتصل، يخلصك ويخلصني. يا صفاء انت فين؟ ماشي سلام. صلاح انت شفت الفيديو اللي منزلينه العيال دول بتاع الست اللي ابنها مات؟ شفته يا فندم. مش عارف ليه سعادتك واخد الموضوع بحساسيه شديده كده. الست وقالت الكلام ده الف مره قبل كده، والولاد بتوع السوشيال ميديا احنا متعودينهم على كده من اول القضيه ما بدات. ايه الجديد؟ ايه الجديد؟ مش عارف ايه الجديد؟ الست لبخت في كل الناس وبالاسم من اول رئيس الجمهوريه لغايه الكل. الست ما وجهتش اهانه مباشره لاي حد. وبعدين اذا كنا هنصنف كلامها ده يعني فاحنا هنحطه تحت بند لوم واعتاب من باب العشم يعني. من باب العشم؟ كده اهو؟ ليه؟ هي كانت من بقيه عيلتهم ولا ايه؟ اسمع صلاح، انا اتخنقت من الموضوع. مش قادر. كل الناس بتضغط عليا عايزاني اخد موقف وانا مش قادر. لا انا قادر اقرب من الست ولا العيال اللي نزلوا الفيديو.
لأن لو قربت منهم هيولعوها نار. عشان كده أنا مخنوق والناس كلها بتضغط علي عايزاني أخد موقف. أنت كمان ما بتساعدنيش يا صلاح. عشان كده أنا قررت أسحب القضية منك وديها لعون السلاح دار. بعد كده مالكش دعوة بالقضية دي خالص. حضرتك شايف كده يا فندم؟ ده أقل حاجة نقدر نعملها واحمد ربنا كويس إنها جت لغاية كده. اتفضل. الحمد لله. بعد إذن سعادتك. ده ابني زيد اللي قتلوا سليم الإنصاري اللي انتم مطلعينه بطل في كل الفيديوهات. شايفة شغل الشحطة والتهديد؟ مش عايزين حد يفتح بوقه، واللي يتكلم ويدافع عن سليم يا إما يبقى كذاب يا إما يبقى قابض. جرايه يا سلمى، انت هتظلمي زي الناس ولا ايه يا بنتي؟ ده اللي جرب الظلم عمره ما يظلم حتى لو كان عدو. يعني انت عاجبك كلام الست دي يا ماما؟ مش عاجبني يا بنتي، بس انا مقدره اللي هي فيه. اذا كان انا ابني الوحيد بعيد عني وقلبي بيتحرق عليه كل يوم وهو عايش، ربنا يديله الصحه والعمر يا رب. فمالك هي ابنها الوحيد فقدته للابد، مش هتشوفه تاني وحتى مش عارفه تجيب حقه. أنا بقيتش فهمكي خالص. بكرة ربنا لما يكرمك وتتجوزي وتخلفي وهتعرفي معنى الضرب وتعرفي أنا حاسة بإيه. أنا هقوم ألبس يا سلمى. ليه يا ماما هتروحي فين؟ في مشوار كنت عمالة أجل فيه وأقدم رجل وأخر رجل، بس خلاص مش عارفة أجله، لازم أروح. تأمريني. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك والدة زياد؟ الله يرحمه. يرحمه ويحسن إليه. أنا والدة سليم الأنصاري. يا ابن الهبل وكلام المتخلفين عقليا اللي انت جاي تكلمني فيه ده، انت دماغك فرولت منك على الاخر على فكره. مش عارف يا تامر، امال ايه اللي هيكون مغيرها من ناحيتي كده؟ يا ابني هي انجي ما اتغيرتش اساسا، هي كده طول عمرها يا شادي، قبل الجواز وهي كده، بعد ما اتجوزت وهي برضك كده، نكديه عادي يعني، زيها زي اي ست مصريه اصيله. لا 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 لا، انت اصلك ما شفتش هي بتتعامل معايا ازاي؟ تقريبا مش طايقاني. ده حق، انت اصلك بردك عيل ما تطقش. تصدق انا غلطان ان انا قعدت معاك؟ انت بتضحك؟ انا ماشي. يا اقعد يا بطل امس العيال بتاعك ده، بهزر معاك يا اخي، اقعد. بس وحيات ابوك تكلمني زي ما انا بكلمك كده. اكلمك في ايه بس يا شادي؟ ولا انت بتقوله ده يا ابني يترد عليه ازاي؟ مراتك بتعرف عليك حد؟ استغفر الله العظيم يا رب. يا ده شيطان، شيطان ما تبقاش عبيط. ما هي مالهاش تفسير تاني. بص يا شادي، أنا وأنت عارفين إن إنجي ما بتطقنيش، لكن حق ربنا مراتك ست محترمة، واللي أنت بتقوله ده أي كلام. هي ممكن تكون قفوشة، زنانة، نكدية زي ما بقول لك، لكن اللي أنت بتقوله ده صدقني مش موجود. قد أنت كنت قصة حب تقشعره لها الأبدان. أمال إيه اللي هيكون مغيرها من ناحيتي كده؟ هي نفس مشكلتك طول عمرك يا شادي، الطيبة زيادة عن اللزوم. أخي على قد ما أنا طول عمري ببقى غيران منك من وإحنا صغيرين، ويبقى نفسي والله العظيم ابقى زيك، بس في موضوع النسوان ده بالذات بقى بشد في شعري. ادي اسمع من اخوك، النسوان ما يحبوش الراجل الطيب كده. امال غاويين ايه؟ الاشرار؟ كائنات مخاطة يبقى بعيد عنك. طب تفتكر يعني لو انا شديت على انجي ممكن تظبط معايا؟ بس بالعقل يعني، تشد شويه
ترخي شويه شويه لطافه على شويه خربشه، اعمل لها كوكتيل كده. اقول لك فكره صايعه، خدها وسافروا اي حته كام يوم، اعملوا هاني موز جديد يا عم. ايوه كده يا اخي، اضحك كتك القرف في شكلك. امسك امسك روق بقى. مش عايز. ملوش لازمة التعب ده كله يا ست سناء، أنا قاعدة 5 دقايق وماشية على طول. إحنا صحيح ناس غلابة بس بنفهم في الأصول، وأنتِ جاية لي بيتي، ليكي عندي حق زيارة. ونعم الناس يا ست سناء. الله يرحمه محسن إليه. وشه مريح ويدخل القلب على طول. أنتِ عارفة إن أنا حبيت ابنك الله يرحمه. قبل ما اشوفه ولا اعرفه، لحتى مره اتخانقت مع سليم ابني بسببه. ونعم التربيه. عملت ايه بتربيته؟ يا ريته كان طلع بلطجي ولا صايح، اقله كان هيبقى لسه عايش معايا لدلوقتي. اوعي تقولي كده، ادعي له بالرحمه. ابنك مات شهيد، ولو كانت تربيتك ما نفعتوش في الدنيا ان شاء الله تنفع في الاخره. انا مش فاهمه انت عايزه ايه. انت عايزه ايه ست؟ انت جايه عماله تقعدي تتكلمي معايا زي ما تكوني صاحبتي وانت مش صاحبتي. لو في قلبك كلمه عايزه تقوليها وحرقاكي قوليها وخلصيني. ايوه السماء، انا في الحقيقه مقدره المصيبه اللي انت فيها، وادعي ربنا يصبرك عليها. بس والكعبه اللي انا زرتها، اللي كنت دايما ادعي لابني بالهداية وأقول ربنا يحميه ويحافظ عليه ويحميه من كل شر. صدقيني يا ست سناء، سليم ابني ملوش يد في اللي حصل لزياد. سليم مظلوم زيه وزي زياد بالظبط. هو في يوم بتشوف ابنها وحش؟ أنا عايزاكي تطلعي النار اللي زرعوها جوه قلبك وحكمي قلبك وعقلك. أنا خلصت كلامي يا ست سناء، وأدعيلك ربنا يصبرك. وثقي تماما إن أنا قلبي وبيتي مفتوح لك بالليل قبل النهار. السلام عليكم. التليفون اتفتح وبيرن اهو، تقول الكلمتين اللي اتفقنا عليهم احسن لك. ها مش عارف مين الرقم اللي عمال يكلمنا ده. الرقم ده مش مع حد غير فريده. طب ما ترد عليها يا بيه، يمكن عايزه تقول لك حاجه. ده مش رقم فريده، مش دي الارقام اللي بتكلمنا منها. امال هيكون مين يعني؟ ما اعرفش، بس انا اللي غلطان خليتك تتكلم من التليفون ده بعد ما كلمتهم من تليفون هدى. حد من اهلي؟ اه ده رقم نور اختي، هات يا بنت رد عليه. ما ينفعش يا ابراهيم. ليه بيه؟ ما انت خليتني كلمتهم قبل كده. المره اللي فاتت عملنا فيلم كبير عشان تكلمها، المره دي بقى ما اضمنش ايه اللي ورا المكالمه دي يا ابراهيم. هيكون وراها ايه يعني يا سليم بيه؟ اكيد عايزين يطمنوا. يا عم حس بقى شويه، انت ايه البرود اللي انت فيه ده؟ احنا في مصيبه يا ابني، احنا في مصيبه. سليم جبت لك الكارت. مالكم؟ في حاجه حصلت؟ وانا مالي؟ ما انا قلت لك هو اللي بيتكلم ده، انت ما صدقتنيش. وانا بقى هفضل قاعد جنبك كده لحد ما محروس اخوك يتكلم؟ طب وانا ذنبي ايه بس؟ بقول لك ايه؟ انا لا فايق لك ولا فايق لاخوكي، انت هتفضلي مشرفه عندي هنا لحد ما يتصل، عشان لو ما اتصلش مش حلو عشانك يا عروسه. طب وايه المشكله يا سليم؟ انا ارد على انه تليفون واكلمهم على ان دعاء جارتهم، كده مش هيبقى في قلق ولا حاجه. وعشان ايه ده كله؟ ايه لازمته الهري والرغي؟ بعدين لازم يعرفوا ان احنا في مصيبه مش في رحله. مش يمكن بيتكلموا علشان في حاجه مهمه؟ ايه المهم دلوقتي يعني يا هدى؟ معرفش، بس لو ردينا هنعرف. خلاص سكت اهو، فدونا سيره بقى. طب لو اتكلموا تاني ارد؟ طب افرض ما اتكلموش يعني ممكن لا يا ابراهيم، لا يا ابراهيم مش هينفع، مش هينفع. حس شويه.
بيتصل أرد؟ مش بس خلي بالك. ما تخافش. ألو؟ ألو؟ أيوة دعاء، إزيك؟ أنا نورة. بقول لك إيه، هو الحاجة عندك؟ أصل كنت عايزة في حاجة. إزيك يا نورة، أخبارك إيه؟ طب ثانية واحدة هشوفهولك. نورة عايزة أتكلم إبراهيم. ليه؟ هي بتكلمني على إني دعاء وبتسأل عليه على إنه الحاج. ما تخافش يا سليم، مش هيحصل حاجة يعني لو كلمته، عشان خاطري. اخلص. أيوة يا نورة، هو معاك أهو، كان بيصلي بس معلش. أيوة يا نورة، إزيك يا حبيبتي؟ عاملة إيه؟ بقول لك إيه، في حد عايز يكلمك، بس اوعى حد عندك ياخد باله. ها؟ ماشي يا حبيبتي ماشي. بقول لك ايه، من غلطت كتير نوره معايا وتحت ايدي، لو عايز تشوف على وش الدنيا تاني اتكلمنا على تليفونها ضروري. واوعى الجدع اللي عندك ده يعرف حاجه. هنصلي على النوره جماعه هيمه. ها؟ سلام يا حبيبي، مستنيك. سلام. في عم ساهم كده ليه؟ بس الخط قطع فجأة. طمنت عليهم يعني؟ اه الحمد لله. طب خلاص بقى، هات التليفون ده. الحمد لله. هو التليفون معاك؟ هو كلمتوه. خلاص بقى. خلاص بقى، خليك طيب. جدع يا نور، شفت بقى عشان طلعت جدع معايا؟ اديني فكت لك الرباط اهو زي ما قلت لك. ما هو ملوش لازمه طالما بتسمعي الكلام وبتنفذي اللي بقوله. واديني جبت لك اكل اهو، وجايب لك حاجه ساقعه وميه معدنيه وكل اللي نفسك فيه. اه، وانا تطلعي جدع معايا اطلع اجدع منك 10 مرات، انما تقلي باصلك هدفنك هنا وما يبلكيش صاحب. انا مش عاوزه ادفع حاجه، روحني بيتنا والنبي. مش انا عملت لك اللي انت عايزه؟ انت شايله الهم ليه بس يا نوره حبيبتي؟ ما انت قاعده اقامه 5 نجوم اهو، وخليتي كلمتي مرات اخوك وقلت لها انك هتتاخري عشان اول يوم في الشغل النهارده. احنا بس هناكل لقمه مع بعض كده عشان يبقى عيش وملح لحد ما ابراهيم يكلمنا. ماشي. ده انا حتى جايب لك فيلم الكبير عليا الطلاق، عمرها ما ضايقته البنت صفاء ولا جبته لها اساسا. عمل الحاجات بتاعت الاجانب دي ما تخشش بيتنا. امسكي امسكي يا حبيبتي، هناكل لقمه مع بعض. امسكي، انا زي اخوك يا بنتي. في ابراهيم، هو انت مخبي حاجه ولا ايه؟ هخبي عليك يا سليم بيه؟ انا مش مخبي حاجه. ست من ساعة المكالمة كده وانت مساهم ومش مظبوط. مش مساهم ولا حاجة، تلاقيه بس صعب عليه ان هو بعيد عنهم ووحشوه. هما كل الناس جامدين زيك، صح يا ابراهيم؟ حقيقي الكلام ده؟ اه، بس البنت الصغيرة عيانة ودوها المستشفى. طب سيدي ربنا يشفيها ان شاء الله، ما تقلقش. انا عارف انت تعبت واتبهدلت معايا، بس هانت. بكرة بس اجيب الفيديو ده وكل حاجه تتحل ومصيبتنا تروح في 60 داهيه ونخلص. وعد عليا يا اخي، اول ما ارجع الشغل هجيب لك حقك. انا عمري ما انسى وقفتك جنبي ابدا يا ابراهيم، بس انت قول يا رب. يا رب. خير يا عم صالح، عايزني في ايه؟ خير يا بنتي، انا ملاحظ يعني ان موقفك وطريقتك مع سليم اتغيرت كتير. أنا مش عارفة أنتوا عايزين مني إيه بالظبط. أديله وش تزعلوا مني، أتعامل معاه كويس برضو تزعلوا مني. يا بنتي ربنا ما يجيب زعل، وأنت عارفة كويس إن أنا عمري ما زعل منك. بس يعني هو يا كده يا كده، مفيش حاجة في النص. نص إيه بس يا عم صالح؟ الراجل بيسألني حاجة في مجال دراستي وأنا كنت برد عليه. أبوك يعجز على الكلمتين دول يا هدى. بص يا بنتي، أنا عارف إنك ما بقيتيش صغيرة، وإن مصير ربنا يبعتلك ابن الحلال اللي تكملي مع حياتك. وربنا خلق قلب البني آدم عشان يحب مش عشان يكره. الكره من فعل الشيطان. بس تفتكري سليم في ظروفه دي ينفع؟ بلاش. تفتكري في حالته دي يقدر يعرف مشاعره رايحه فين؟ حضرتك كبرت الموضوع قوي، مفيش حاجه اصلا.
لا يا هدى، في، وانا دوري ان انا انبهك ان ده لا وقته ولا ظروفه. ربنا يا بنتي ينور طريقك للخير. انا هقوم اصلي لان الفجر لسه قدامه ساعتين ثلاثه. ربنا يهديك يا بنتي. يا ابراهيم والنبي، عايز انام ساعتين ابقى اروح مشوار زنيتي. سيبنا نام والنبي. بغطي وشك بدل ما الناموس ياكلك. ها ايش ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول المولى عز وجل في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله العظيم. معناها إيه الكلام ده يا إخوانا؟ ربنا بيقول لك إن السلطة لا بالجاه ولا بالفلوس ولا بأي حاجة غير الإيمان. الإيمان وبس. أنت كمؤمن لازم تبقى عارف إنك أعز خلق الله، يعني لا يهمك ولا من بيه ولا من ضابط ولا من باشا ولا من رئيس جامعة ولا حتى من وزير. لازم جواك تبقى عارف إنك أعلى من كل دول وإنهم كلهم تحت حذائك. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. صدق الله العظيم. يجي واحد يقول لك: من تواضع لله رفع. قل له: ماله؟ بس تواضع لمين؟ لله. ايوه لله. انما هتواضع للناس ليه وانا احسن منهم؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم. واحنا الحمد لله ربنا اعزنا بالاسلام والايمان والتقوى، ما نحسش بنفسنا ليه؟ ده حتى يبقى بطر على نعمه ربنا سبحانه وتعالى. إحنا يا إخواننا خيرة خلق الله، عشان مش بس مسلمين، إحنا مسلمين وبحق. هو المنافق ده إيه؟ ما هو مسلم برضه، وممكن يبقى بيصلي وبيصوم وبيزكي عادي، بس ربنا قال عليه إيه في كتابه الحكيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. صدق الله العظيم. في الدرك الأسفل من النار أعاذنا الله وإياكم، يعني في أوطى حتة في جهنم والعياذ بالله. وتيجي تقول لي ما تحسش بنفسك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوس به إياك يا سندي. Oh,
ايوه زناتي، اديني اتصلت بيك اهو. جدع، بص بقى شبح، هما كلمتين مالهمش تالت. نورة عندي، سلمني سليم الانصاري اخدك تروح معززة مكرمة، غير كده يبقى تقرا على روحها الفاتحة. ابوس رجلك يا زناتي ما تأذيهاش، دي لسه عيالة صغيرة. كل ده انا ماليش فيه بقى شبح، انا كل اللي عندي انك تسلمني سليم الانصاري اسلمك اختك، مفيش غير كده. قلت ايه يا شبح؟ انا تحت امرك يا زناتي، بس قول لي عايزني اعمل ايه بالظبط.